عملي ضاع اللي معك بنيته هذا حق ليك مستقبلي وراح وبدمعت عينيك قلبي بكيت وشفاي غير اليوم ما قلت الرواح عملي ضاع اللي معك بنيته وهذا حقق ليك مستقبلي وراح وبدمعت عينيك قلبي بكيت وشفاي غير اليوم ما قلت الرواح القلب اللي يبغى. بس معلش هاد القصة راه شاعر. اسكت لك يدين. وفاطمة وراحت. راه في الخيامة. يا لولاي. اش فيهم هادوك الباكيات؟ نوع. وهذا واش فيه هذا؟ استنى نحي يدين. حتى تمس. نحي يدين ريح. صح هات لي هذوك الاخرين. هيا هاك هذه ليك انت يا ها لا ايه بصح راه تلعب ليك هيا نوض روح لها غادي اعطيهم لامين ها روح مع اختي غير بالعقل وليدي غير بالعقل هيا روح عندك تلعب ليك روح الشيكولا محي الدين مينا هي مينا يا توفي يما يا توفي الشيكولا اللي جا بابا اللي كنت تهضري عليها مقبله وجابها بابا هي عندي ايه احسره شحال عندنا ما كليناش هاد الشيكولا يا بنتي منين جاتك جابها لي واحد من فرنسا ايه والله غير بصح الشيكولا تاع فرنسا يا حسره يا طاهر شحال عندنا ما كليناش من هاد الشيكولا العزيزه اي يما يا مني بصح نسيت انا ديك المره كي رحت لفرنسا جبت شويه شيكولا طارت في السماء يا طاهر ما دقت منها والو يدي ليا هيا وليدي هيا روحو هيا يمين هيا هيا ها صحة سي مورا السلام عليكم السلام مرحبا بك سي واش اخبارك؟ هاي تفضل شكرا على سلامتك سي مراد الله يسلمك ايه تفضل اقعد في الحق راني مستعجل شويه وكلا جيتكم في وقت غير مناسب وعلاش مرحبا بك في كل وقت الله يسلمك حق سي طاهر ما عنديش الوقت بصح حبيت نشوفك على قضيه مهمه مرحبا بك هاتيناك حاجه نشربوها قبل العشاء واش تحبوا تشربوا قهوه ولا لاتاي بصح درك وقت العشاء يكثر خيركم انا ما نشرب لا قهوه لا اتاي ياك تبقى تتعشى معانا معلوم يقعد يتعشى معانا والله ما نقدر ريح العشاء كيفاش هذا يا سيدي جينا في علوق قولي ما نقدرش وما تحبوش تشربوا شويه عصير ايوا جيبي لنا حاجه اللي كان أي. والله يا سي طاهر الحق راني مستعجل بصح كي تحتمت واش تحب اقعد اقعد كما قلت لك يا سي طاهر جيتك على قضية مهمة خير على عبد العزيز اتفضل اقرا من بعد كل تسلفت هذا المبلغ الكل نعم كنت نضم فيه عنده كلمة وإذا بها لكن هذه 50 مليون علاش سلفت له المبلغ الكل واش عمل به لو كان كنت عارف واش راح يعمل بهم لكن ما رانيش حاصل هذه الحصلة
لكن راني ما فهمت والو في هالقضيه انا. جاني المره الاولى وقال لي سلف لي 20 مليون لكن نردهم لك بعد 3 شهور الخطر اني اتفقت مع واحد على قضيه مهمه نربح فيها ملايين. الحصول اعطيته المبلغ لكن قبل ما ينتهي 3 شهور عاود جاني وطلب مني مبلغ 30 مليون وقال لي باللي بعد شهر فقط يرجع لي المبلغ كله وزاد اكد لي باللي القضيه اللي راهو يجري وراها اكيد تربحوا ملايين كثيره. الحصول خممت خممت لما كثر علي الالحاح قلت ارجع لي بعد يومين ولا 3. قال لي باللي بعد يومين ولا 3 يكون فات الحال. الحصول لما كثر علي الالحاح قلت معليش ما دام راح يرجع لي المبلغ بعد شهر معليش وهذا الان يسمى سيبي. وش هي القضية الهامة اللي كان يجري وراها؟ وش هي القضية؟ تحب تعرف؟ الأحسن ما نقولكش عليها. لكن أنا ماني فاهم والو. سلفت له 50 مليون باش يعمل بهم حاجة، وقال لك يرجع لك دراهمك بعد شهر. علاش ما رجعهم لكش؟ يا هل ترى القضية اللي يجري وراها مازال ما تمتش؟ ولا كاين سبب آخر؟ مهما كان الحال، أنا واش نقدر نعمل لك؟ انت صديقي ونسيبه وعلى هذا اللي فكرت قبل ما نعمل اي حاجه نخبرك ربما تقدر تاثر عليه ولا على الاقل تعطيني رايك لانني بكل صراحه سي طاهر ما قادرش نصبر وما نقدرش نصبر اكثر من لازم. حقيقه احنا اصدقاء اما كونه نسيبي انت ثاني يتسمى نسيبك. انا نسيبي هذه فيها ما فيها الخطر مانيش متاكد الى يتم الزواج بيني وبين صالحة. على شقي في روحك بوه على قهوه شقيت روحي لو كان تقعد تتعشى معانا. لا ما اقدرش كثر خيركم. حقا صالحة ما شفتهاش. صالحة عندي مده ما شفتهاش هذه اليومات راني شويه مشغول. وما راكمش متخاصمين؟ لا ما راناش متخاصمين. وعلاش متخاصمين؟ قلت ولا ربما راكم متخاصمين على خاطر هذه مده ما شفناكش. أني قدامك. لا لا اليوم جيت لصاحبك ما جيتش ليا وماهوش كيف كيف. لا ما كان والو شويه مشغول وخلاص. واش درك انت حبيتي طرديه من البيت ولا كيفاش؟ لا لا غير ما تخافش ما نطردولكش صحابك من الدار. واش هي هذه القضية اللي غرق فيها روحو عبد العزيز؟ باش يتسلف عليك 50 مليون لازم تكون حاجة هامة. ما نقدرش نقول لك فاش ضيع دراهمو. ربما ضيع قلت؟ كيفاش ضيع؟ كاش واحد لعب له لعبة ولا؟ هو لعب روحو لعبة. ماني فاهم والو. لابد يجي النهار اللي تفهم فيه كل شيء. كيفاش انا نقدر نعمل حاجه وانا ماني فاهم والو؟ اي سيدي اخر مره كذب عليا كذبه قال لي باللي راحين يبيعوا دارهم اللي في البلاد الواحد مهاجر ويرجع لي دراهمي. ودارهم هذه اللي في البلاد شحال راح يجيب لهم؟ 100 مليون. وانا وراني عارف. انا على كل حال اذا ما اعطانيش دراهمي من الاخر الشهر نرفع به قضية المحكمة وخلاص. خليك يا رجل المحكمة بيننا احنا. أنا قلت لك وعلى كل حال راني متأكد اللي ما يرجعليش دراهمي وما يقدرش يرجعهم. راك تتكلم بالألغاز ما قدرتش نفهم علاش يسلف عليك دراهم وعلاش ما يقدرش يرجعهم لك. أما لا علاش سلفت له؟ دعوت الشر كنت حقيقة نظن فيه باللي إنسان يحشم على عرضه. هذا كلام كبير اللي راك تقول فيه. على كل حال سامحني.
ما عرفت شو نقول. بصح ناكد لك اللي عبد العزيز ماهوش راجل مليح، ولازم يجي النهار يتاكد بنفسك من كلامي هذا. وضرب جيت تسبه قدامي. على كل حال نعتذر مره اخرى، ولكن لازم تفهم اللي جيتك على خاطر انت صديقي، ماهوش على خاطر كي جيت نسيب عبد العزيز، فهمت؟ على كل حال ما نطول ما نقصر، انا اذا كان ما رجع ليش المبلغ من الاخر الشهر نرفع به قضيه للمحكمه. ياك ما راحش يقدر ينكرني، ياك هذا خطو. ما كاش من حقك تحدثني عن الحديث تماما. حصل قال خير. كيفاش؟ لهذا الحد؟ ما تحبش حتى تصافحني؟ معليش. قال خير. كاين والو، ما تقلقيش روحك. لازم على صالحه. قلت لك خاطي. ايه مالا واش يحب؟ سمعتو كي كان يتكلم على عبد العزيز وانت زعفت عليه. قلت لك ما كاين والو. لا شاء وجد ولا مازال. قل لي قبل علاش جا؟ واش قال لك على صالحه؟ حبي يبطل الخطبه؟ قلت لك ما كناش نتكلموا على صالحه. واذا حبي يبطل يبطل، ما طاحش السما. غير هي اللي لاصقه فيه، لو كان انا راني خليته هذا شحال. راحي وجدينا العشاء، راني جات. من نهار الاول كنت عارفه بلي الخطبه تاعهم ماشي مبنيه على الصح. وعلاش؟ خاطر مرادي يموت على الدراهم. الناس الكل يموتوا على الدراهم. لا لا، هو اكثر من الناس. وانت عارفه هذا؟ عمره ما جا وجاب حاجه في يده. توكل عليكم. اهلا، السلام عبد العزيز. واش راكم؟ كملتوا العشاء ولا مازال؟ عندك سلامة، واش راك؟ مساء الخير. عاودك جراي، راني هذا وراني نحط في الميدة. هذا أمر يهمها هي ويهمه هو، ما يهمك لا. صح أنا اللي نعرفه خير منه. وعلاش ما تتزوجش به؟ واش صار؟ ما نحبهاش تتزوج بخبيث كيما هذاك. ياه، والنهار الأول وعلاش عطيتوها له؟ النهار الأول هي اللي حبت، أنا لو كان خذيته برايي. حتى أنت، يا أخي كنتوا صحاب أنت وياه ولا لا؟ لا. عمرنا ما كنا صحاب. وكان اللي تشوفوني نتكلم معاه يرجع صاحبي. قال لي بلي بيناتكم قضية، صحيح؟ كيفاش واش قال لك؟ بلا ماشي على جال صالحة اللي جا. ما سلفلكش 50 مليون. كيفاش كيفاش؟ 50 مليون؟ قال لك سلف لي ليا أنا 50 مليون. هكذا قال. واش قال لك ثاني؟ مالا ما يسلكش تصوارد. يا أخي بنادم يا أخي. على كل حال هو راه ناوي يقدم قضيه لو كان ما ترجعلوش دراهم من الاخر شهر، هكذا قال. يقدم بها قضيه للمحكمه. انا مانيش عارف واش كاين بيناتكم، لكن في رايي الاحسن ترجع له الدراهم قبل ما توصل المساله امام المحكمه، ما يمليها على حتى واحد. واش رايح يعمل؟ يعني؟ خليه. انا اقول لك رايي، لازم تلقى حل القضيه هذه، على خاطر اذا كان وصلت المسألة أمام المحكمة باباك يتأثر كثير، ولا ربما كل حاجة تجي في وقتها. أنا اللي يهمني درك هو قضية الدار. هذا المهاجر اللي حب يشريها علينا باش يجينا على الربعة. يجي على الربعة لوين؟ للدار لوين؟ وعم يجي في علمه ولا لا؟ ما فهمتش واش حبيت تقول. في علمه إذا يجي للدار. إيه، على باله بلي راكم متفقين باش تلقاو على الربعة. على خاطر اليوم خرج من السبيطار وربما ما كان حتى ولا ربما. انت عاوني في الموضوع وهذا ما كان. ولكن انا كيفاش نقدر نعاونك؟ اذا شاورك ما تتعرضش على كلامي. يا اخي هذا موضوع انا ما عندي حتى دخل فيه، اذا كان باباك ما عرفش يبيع كيفاش تحبني نقول له انا بيع؟ خويا طاهر شوف، اي نروحوا دوكا للدار ونتكلم له انا في الموضوع قبل ما يجي الراجل، وانت ايدني على الاقل فيما يخص علاجه في فرنسا. الو صالحه، لاباس؟ دابا واش فيه؟
غير هنا دوك نقول له منا للطبيب. وعلاش ما عملتوش تليفون للطبيب؟ ما لقيتوش في الدار. هانا جايين. صحة بخير على خير. ماذا راهو في حالة؟ عملوا تليفون للطبيب وما صابوش. يمكن راهو مازالوا في المستشفى. قبيلة خليته لاباس عليه. شوفوا روحوا انتم هذوك للدار وانا نروح نحوس على الطبيب اللي نلقاه في المستشفى. روح خف جري راهو في حالة عبد العزيز خف. يلا نروحوا انا راني واجد. ودراري مديهم لا 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 خليهم مع فاطمة يلا. واش راكي وقفة عمية ما يا طفلة؟ أنا نستنى فيه يشرب الدواء تاعو دوك ولا من بعد؟ وهذاك هو الدواء؟ إيه هذوما القطرات اللي عطالو الطبيب. وذاك الورقة واش مكتوب فيها؟ أو حاطلو يشرب 15 قطرة 3 مرات في النهار، ويقدر يشرب إذا كان صعب عليه التنفس تاني. تشرب دواك دوك ولا من بعد؟ يا بابا هاد الدواء مليح للضيقة. اشرب اشرب دواك يا راجل ما طيحش السماء. ذوق صبر شويه وخذ الشيطان. وطبيب وين راه؟ ها هو راه عبد العزيز باش يجيبه. ذوق يجي. راني نحس كلي جبل راه على سطحي. اما لا عندك الضيقه ماشي مرض القلب. وهذا الدواء لاش يليق؟ هذا الدواء يليق للضيقه وللقلب وكذلك للدم. اما لا الطبيب يعرف واش عطاله. فرغيله فرغيله. قلت لك ما نشربش. شوي عليك بابا ما تحمقش روحك. يما ما تكسريش راسك. كي يقول له عقله يشرب دواها وحده هاولك. اسمحوا لي. روح. بابا بابا واش بيك؟ واش بيك بابا؟ يما واش راكي؟ بخير كريم واش راكي؟ بابا واش بيك؟ واش راكي متعرفيك؟ لاباس لاباس عمي جلول. راك تشوف يا ابني راك تشوف. بابا واش راه يوجع فيك؟ كل حاجه يا بنتي كل حاجه وبالخصوص صدري ودراعي. قبيله حكمته الامه احسبناه راح يموت. ايه بالخف دارت بيا الدنيا يا وليدي. وكيفاش خلاك الطبيب تخرج في هالحال؟ واش تحب يا وليدي هذاك هو. حتى انت ما تحبش السبيطار. الايام اللي فوتهم فيه بانوا لي قد الدهر. يا امراه اذا مات بنادم ما كانش لي قطر لامها. وتحبهم يظلوا واقفين عند راسك؟ يعطوا لك بيت وحدك واش حبيت يعملوا لك؟ على كل حال لازم ترد بالك على الشيء اللي يضرك. الحوايج اللي نحاول منك الطبيب نكون بعد عليهم. هكذا كنت نقول له قبيله ناضي زعف عليا. يا ودي ما راني ناكل والو راني قريب كي صايم. ما تاكلش الحوايج اللي ضروك كيما الملح الحر الادام. ما هوش تقطع الماكله كامل يا طاهر. يا وليدي اذا ما كليت لا فلفل لا ملح لا ادام واش من الماكله بقات؟ وهو يقدر يدير الريجيم. يا حسره غير الحق من السبيطار قال لي وسيله شريبه حاره باش نقدر ناكلها. ما جات حاره ما والو. يا عمي جلول اذا كانت حبت براء لازم تحافظ على الريجيم تاعك. هذا يمكن الطبيب جا. خلي عليك خلي. يما الطبيب يجي وحده يا اخي يجي مع خويا عبد العزيز. دوك راه نشوف شكون. نوضوا واش راكم تسالوا؟ يلا هيا نوضوا وخرجوا. هيا نوضي نوضي خليه وحده هيا نخرجوا. بابا خليك هكذا وحدك. مالش يا بنتي غير روحوا روحوا خرجوا خلوني وحدي روحي. صح صح بنتي سجيك روحي روحي. طاهر شكون اللي جا؟ ما عمرك تكلم يا ولد. اسمع لي دقيقة نشوف بابا تاع عبد العزيز. طاهر شكون طبيب؟ لا لا ماشي طبيب. طاهر شكون اللي دقدق؟ هذاك الراجل اللي قال عبد العزيز يجي على الرباط راهو هنا. شكون هذا؟ هذا المهاجر قال عبد العزيز باللي هذا السيد يحب يشري الدار.
وشنو وشنو؟ اسمع، قول له خير الدار اللي ماهيش للبيه، قول له روح على روحه، روح على روحه. واش من دار يا راجل؟ قول له يروح على روحه، ما نبيش الدار يا سيدي. إي ما دار؟ الدار نتاع البلاد وليدك حبيب بيها، طه روح قول له ما نبيعش. لو كان خلو حتى يجي عبد العزيز خير يا عمي جلوله، هو اللي متفاهم معاك. ما كان حتى مفاهم، قول له الدار ما نبيعش. وتولم على حاجة أخرى. بصح راهي بطاعة عبد العزيز. اسمع طه، روح قول له علاش راه يحوس على عبد العزيز. إذا كان على الدار قول له ما نبيعش. اسمع بابا، خلي الراجل يدخل يريح شوية ومن بعد كي يجي عبد العزيز يتفاهم معاه. هذاك هو الصواب يا عمي جلوله. قلت لا 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 ما نبيعش. خلي راجل يدخل يشرب قهوة ومن بعد كي يجي عبد العزيز ويشوف واش تكلم معاه. قلت لا 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 لا. ودروح ما تفهموش، ياك راني نتكلم معاكم بالعربية. قلت لكم داري ما نبيحاش ما نبيحاش. انت راك مريدلتها بروحك. مانيش مريد لا لا. الطهر صح ولدي سجيك، روح قول له يدخل ولا انا نروح نتكلم معاه. لا اقعد 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 برك يا عمي جلوله اقعد. حورية، هيا خلينا منه ما حبشك. هاني ذوك روح قول له يدخل. روح يا وليدي روح قول له يدخل روح روح. استغفر الله لا حول ولا قوة الا بالله. تفضل اسمع. يوسف مس الخير. مس الخير يا وليدي مس الخير. لا تقدم لا تقدم. زيد 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 تقدم تقدم. خدم ما تسحيش. جوز جوز جوز. اجلس اجلس يا بابا. ايوا هذا ايوا. واسمك؟ اسمي عبد الله. الناس الكل عباد الله يا وليدي. منين انت؟ من الحمام. من الحمام. واش الحمام؟ الحمام الكاف. حمام الكاف، ايه. وين تخدم؟ في فرنسا. في فرنسا، فرنسا كبيرة، وين في فرنسا؟ سانيواز. سانيواز، ايه. واش تخدم؟ في الباتيما. في الباتيما، يعني في بنيان العمارات. ما صو كما تقولوا انتوما. لا لا، مانوفر سبيسياليزي. ايه. مانوفر وبزاف. مانوفر وبزاف. ما زال تخدم في فرنسا ولا بطلت؟ ما زال انا خدام دائما مو الشومر. ايه قالوا لي باللي حبيت تشري دار. نعم لكن بربي الدراري والمراه يسكنوا واحد قربي. تشري داري انا باش تخرجهم لقربي ياك؟ لكن بربي يا. والدار هذه تعرفها اللي راح تشريها؟ نعرفها شفتها الجمعة اللي فات. وشكون وراها لي؟ سي عبد العزيز. مشيت ليها انت والسي عبد العزيز. صح صح وليدي صح. انا عمي بصح لا ميزون دار او خربه كومبليتمون ابوندوني. صار هلا وانت حبيت ترجع لها القدر. كيفاش هذا ابوندوني كما قلت لي؟ هملة هملة. ايوا صبتوا فيها واقيلا الجمال سارحين. لا صبتوا الكباش. الكباش ايه. اما على هذاك اللي حبيت تشريها. الا كنت بربي وتساعدني. ما تقلقش يا عمي جلو ما تقلقش. ريح ريح. عندك الحق. الريح خير. اما لا حبيت تشريها للجوز وللعائلة والدراري. ياك؟ لا ولادي وخوتي. اي عجبني عجبني الحديث مع هذا السيد. ايه وعندك الدراهم باش تشريها؟ وكان ما عنديش دراهم ما نجيش نشوفك. وبشحال تشريها؟ اخويا انت مول الدار. اعطي صوتك. اعطيت فيها سي عبد العزيز 15 مليون. 15 مليون جزائري؟ لا لا 15 مليون تاع فرنسا. راك تسمع طاهر، ما تعرفش باللي دراهم فرنسا ما يجوزوش هنا في الجزائر؟ يعني بالحساب. بالحساب ياك. تشرب قهوه؟ لا ارحم والديك شربت. عندي رونديفو مع سي عبد العزيز على الربعه. ايوا عندك رونديفو مع سي عبد العزيز. ما انا نقول لك انا مول الدار ماشي سي عبد العزيز. على بالي انت مريض و اي نو 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 تروح على روحك. الدار ما عيش البيت.
ما تزعفش ما تزعفش ما تجيش باش نزعف كاسيل. إلا تحب تبيع بدارك نساعدو وخلاص. ما خلاص ما والو ما نبيعش هم. إما لا زيدك 5 ملايين. وخمس ملايين اللي تزيدهم لي حق الدار ولا حق الجنان ولا الارض اللي ضايعه بيها. ما تقلقش ما تقلقش يا عمي جلول غنشوف اللي ما تقدروش تساعدوا لي حريح. تفضل تفضل اخويا. عقل ما يبيعش. علاش تمسخر بالراجل هكذا علاش؟ روحي علميني انتيا. الراجل جا على شغله كنت خلي حدا يجي عبد العزيز. ايه كنا متفقين على بيع الدار نستنى حتى يجي سيدي عبد العزيز. لا لا الدار تبقى وين راهي. وعلاش حنا قلنا تجيبها لهنا؟ علميني علميني كيفاش نتكلم يا لالا علميني. الراجل براني قهوه ما شربهاش. انت مريض وكبير كنت تحكم في راسك خلك. مانيش مريض ومانيش كبير والقهوه ما يشربهاش على خاطر ما جاش الضيف عندي. جوز تريح حلبتك شويه جوز. لا نبقى هنا. هيا اختيني هيا. اي هذا وين بديت نفهم وين راه مصلاحي. اعطيني انت صحه بنتي. بابا بصح ماشي مليح تكثر من هذا الدوام. ما عليه. لا 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 يا عم جلول ما يلزمش تكثر الدوام ماهوش مليح. حتى الطبيب قالوا ما لازمش يشرب اكثر من 3 مرات في النهار. والطبيب وين راه يا طار يا وليدي علاش ما يجيش؟ توالم عبد العزيز ما لقاش. وين راه؟ يخلوا المرضى القاسي ويروحوا يحبسوا. هيا نوضي طيبي لك قهوتي. هيا بوه ما زدت تشرب القهوه. قلت لك روحي طيبي لي قهوه. روحي طيبي لي قهوه او بالحرام غير نشرب بالقهوه في هذه الساعه. من حقك يا عمي جلول توسع بالك. القهوه ماهيش مليحه لك يا خويا. مليحه لي والموت كاينه ومره واحده. ولكن المحافظه على النفس ثاني مليحه. صالحه روحي قولي للحورية طيب له القهوة كيما هداش ربي. وعلاش ما هدانيش ربي؟ راني قطع في حوايجي. بابا هد نروحك شوية، دوك روح نطيب لك أنا قهوة. روحي يا بنتي روحي سيدي. هاي 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 يا عمي جلول. ريح ريح وسع خاطرك شوية صح. استغفر الله. اقعد وين تحب واعمل واش تحب، راك في دارك مابقاش لا يحوز فيك. إيه دبر عليا درك، رجعت أنا ما نعرفش نتكلم. عبد العزيز وين راه سي عبد الرحيم؟ ما لقيتوش استنيتو في الدار قلت بالك يجي ما جاش. وعلاش ما روحش للسبيطار؟ رحت لكل مضرب واحد ما على بالو لوين راح. اليوم الخميس وكي عاد اليوم الخميس الناس يموتوا. الطبيب لازم يكون يا في السبيطار يا في دارو يا عبد العزيز يا وليدي. راك لاباس عليك يا بابا. واش ما حب يصيبني ميت ولا واش؟ علاش تحب يسيبك ميت؟ واش هذا الكلام اللي كتقول فيه؟ يا صار واش هذا الكلام اللي نقول فيه؟ هيا اخرجوا عليا اخرجوا عليا. وسع بالك يا بابا وسع بالك. اذا ما جاش هذا الطبيب انا نجيبك طبيب واحد. وين راه هذا الطبيب الاخر؟ ما تخممش انا ندبر روحي. هيا يا عمي جلول هيا تروح بلاش تريح خير. هيا الطاهر عنده الحق يا بابا. ليه ما كانش الحس وزيد بزياده درك يجي راجل. يا قلت لي ما صبتوش. ما رانيش على الطبيب. وشكون راح يجدو؟ هذاك المهاجر اللي كنت حدثكم عليه. يا اخي هذاك جا وانت ما كنتش هنا. كيفاش هذا جا؟ متوعد انا وياه على الربعه. جا وتمسخر به بابك حتى شبع ومن بعد طردو. كيفاش طردو؟ هو علاش جا قبل الربعه؟ قال لك عنده شغل على الربعه ما لا راح. وعلاش ما استناناش؟ عبد العزيز الدار ماهيش للبيع. كيفاش انا ماهيش للبيع؟ ياك فهمتك؟ ما نبيعش داري والسلام. كي نموت دبروا راسكم انتوما. راني فهمت دبروا عليك. ها الدار نبيعها. ادوني الفراشي ادوني الفراشي قلت لكم ادوني الفراشي ولا خرجوا عليا. ما تحبوش تخرجوا انا اللي نخرج. يا عباد صحوا وقدروني. لا اله الا الله. نروح نشوف اذا كان حوريه تروح الدار ولا مازال. مازال الحال قعدوا تعشاو. ياك انت ما قلت له والو. ما فهمتش واش تحب تقول؟ ما قلت والو لبابا. واش تحبني نقول لباباك؟ ما قلتلوش على قضية مراد. واش دخلنا انا في قضيتكم انت ثاني يرحم الله والديك؟ ما فهمتش. دوروا له الراي. وحتى هذاك المبوك قلت وانا مانيش هنا. كنت ما تخليهش يدخل يا طاهر. اسمع اسمع باباك هو اللي كان يحب يتكلم معاه. يا ناس واش ورثيتوا لبابا؟ خرجتوه من عقله معايا بالكم شنو راه مريض.
هذا انت؟ ماي هنايا ايه، ودرك نجوزها لك. زعما طاهر يقدر يعمل لي باسبور. باسبور؟ ايه حبيت نعمل باسبور. وعلاش؟ كاش ما وين حبيتي تروحي؟ حبيت نخرج من الجزائر وين ما نعرف حتى واحد. ولوين تقدري تروحي يا اختي؟ المرا في بلادنا لازمها تصبر. انا ما نصبرش، وزيد بزياده ما عنديش علاش نصبر. وعلى بالك بلاد الناس راح تفرح بك؟ تفرح ولا ما تفرحش كيف كيف، المهم نخرج من هاد البلاد وخلاص. اسمعي، المرا هنا ولا في بلاد اخرى كيف كيف. انت تقولي هكذا؟ لا، ماشي غير انا اللي نقول هكذا، هذه هي الحقيقه. اذا كان كانت هذه الحقيقه اما لنا نبدلها. ما تقدري تعملي والو، واللي هربوا قبلك من ديار والديهم واش عملوا؟ راهم يطايشوا. اختي حوريه انت وقلانيه، حسبتي البنات كاع كيف كيف. على كل حال كانوا لاباس عليهم، بقدرهم بشانهم وكانوا يعملوا. وكي راحوا لفرنسا واش حسبتي ولاو؟ صبحوا قارصونات عند النصارى. وانا علاش راني نقرأ؟ باش نرجع قارصونه كيما راكي تقولي؟ ولا واقيلا كي حصلتي انت حسبتي نسا كاع كي بحالك. لا يا اختي العزيزه، انا ما حصلتش، راني بداري وبولادي. سمحي لي ما قصدتش الشيء اللي فهمتيه من حديثي، وبلا ما تعاودي الشيء اللي قلتيه. راني عارفه راكي في دارك ومع ولادك معزه، حتى انا ما رانيش راح نقعد لك هنا. شكون اللي راه يفكر هذا التفكير؟ ما رانيش نطرد فيك، تخاصمتي مع اخوك واش فيها من عيب؟ يا ناس قلت لكم شحال مره ما رانيش صغيره وما نحب حتى واحد يتصرف فيا. عندي 21 سنة. هذا أخوك ماهوش براني. خويا ولا واحد آخر كيف كيف، ما رانيش سايبة. أنا تاني عندي شخصيتي، وزيد بزيادة ما رانيش عايشة في دارو، راني في دار بابا. هو غلط وانتي حبيتي تطيحي السما. وصل بيك الحال يا أختي حتى حبيتي تهربي من الجزائر. ماشي نهرب، حبيت نروح من البلاد هذه اللي المرأة ما عندهاش قيمة فيها. يا عجبة، تخاصم هو وراجل اصبحت انا محل خصومه. حتى انت كبرتي الدعوه، وهذا بالخف طاح السما. لا لا يا لالا، قولي لي نعطي له خدي لاخر يزيد يضربني عليه. راكي غلطه، لو كان جاني بسياسه على الاقل بالك نسمع كلامه اذا كان يعجبني، ماشي يهجم عليا. وشنو هذا؟ وشي حسب روحو رانا في عصر كهوف. ضحكي ضحكي. والله غير تعرفي تمثلي مليح يا اختي. وعلاش ما تعمليش كما هذوك المصريات اللي نشوفوهم في التلفزيون، كل ما توقع لهم حاجه يبكيو. اختي العزيزه انا البكي نخليه للي مولفين به، ما نبكيش. بصح نقول لك حاجه، والله يا الضربه اللي وكلها لي ما نفوتها له على خير. ما تحلفيش، هذا اخوك ماهوش براني. خويا ولا براني كيف كيف، الواش تليق حيادي اذا كنخلي الناس يضربوني. قلتي تحبي تروحي للخارج، ها؟ باش تروحي؟ ما فهمتش واش حبيتي تقولي. والدراهم منين تجيبيهم؟ واختي العزيزة واش خصها؟ ولا لا لا، ياك تعطيني الدراهم. صح يا سيدي، خلينا من الدراهم. ومراد؟ مراد نفضل ما نجاوبكش درك. حقا قولي لي، واش بينه وبين عبد العزيز؟ مانيش عارفه. الزواج هنا في الجزائر ماشي بين المراه والراجل، بين العائلات. غير الصراحه حاجه بين هذا ولا هذا، عرف ديق الشكي امراه وضرب باباك. انا على الاقل مانيش متزوجه، مازالني في المرحله الاولى. يا درانتي اللي راكي بولادك. وانا علاش؟ ولو كان كش ما يصرى بين راجلك ودارنا، ماشي ولادك يقعدوا يتامى. انت جابلك ربي اللي خلي ولادي يتامى، مازال ما تولدش. ماشي جابلي ربي، على كل حال ما نتمنى لكش توصلي لهذا الشيء. اختي تعيشي ما تنسايش، كي يجي راجلك فكره باش يدير لي باسبور. خليك يا مرا، هذا كلام
ادع للشيطان ونحي كل شيء من بالك. وعبد العزيز ما راهوش من هذوك الناس اللي شدوا الحقد. صار هكذا، هو اللي ضربني وحبيته يرضى عليا. خوك وكبر منك، وش فيها من عيب؟ عسلامة طاهر. الله يسلمك. مس الخير طاهر. اه صالحة، واش راكي لاباس؟ لاباس. السلامة سي طاهر. الله يسلمك، أكيد بهم ليك، بصح ماهمش لينا هادو. اه واش بيه التليفون هذا؟ مليح. ودراري راهم مع طاطاهم. قلت لك 100 مرة ما تجيش تقول لهم طاطاهم. وعلاش؟ على خاطر ماهيش طاطاهم. وإذا كان واش فيها؟ ما كانش، وإذا كان الخديمة ماهيش طاطاهم. يا سيدي ما يزيدوش يقولها طاطا، هذا ما كان، ما تزحفيش يا لالا. ما رانيش زعفانة، كل حاجة في مضربها. التربية نتاع الدراري لازمها تكون صحيحة من نهار الأول. وشنو هي التربية صحيحة؟ قلة الأدب؟ التربية الصحيحة هي ما يزيدوش يعيطوا للخديمة خالتهم. من بعد بحي يدينا هسنا جدي واحد الكلب. واش بيها أختك؟ ما عايش قد قد اليوم. ما بيها والو، أراك تعرفها هي دايما هكذا. لا لا عندها الحق، حتى الدراري راهم مهبلينها. ما خدمتش هاد العشية؟ لا ما خدمتش. وهذيك الحلوة لمن جبتها؟ كاش ضياف راهم جايين. يا اخي باش نروحوا لداركم. لدارنا؟ وعلاش هما اللي تدي لهم الحلوة؟ يماك عملت لي تليفون، قالت بلي صالح وزكية جاو. جاو صالح وزكية؟ وعلاش عبد العزيز ما راهوش في الدار؟ ما سألتهاش على هذا، يمكن ماهوش تم. على كل حال راهي تستنى فينا يلا. وعلاش ما عملتليش تليفون ليا؟ عملت تليفون وما جاوبش، وصح انا ثاني عملت تليفون وما جاوبش. على بيها كي دخلت رفت التليفون. طيب يلا نروح، راهم يستناو فينا. وعلاش راكي قاعدة؟ يلا ما نروحش. كيفاش ما تروحيش وهما راهم يستناو فينا؟ قلت لك ما نروحش وخلاص. شفت كيفاش؟ هما لا دروك اللي تتخاصم مع اخوها تهرب من دار باباها، هذه ماشي عقليه. وزعما يا اختي راكي تقراي في الجامعه. كيف استنيني يا خير؟ انا رايحين مع دار. يا طفله وش بيك؟ وش بيك هكا مقلقه؟ استناي. قلت لك ما رانيش رايحه معاك. صح يا لالا ما تروحيش، يحق علينا في الدار، ياك ما راهاش حوزو فيك. وشكون اللي راه يطرد فيها؟ اذا ما حبتش تروح ما تروحش. قلت لك ما نقعدش، عندي شغل. وتروحي وحدك؟ وش من شغل عندك؟ وعلاش ما نروحش وحدي؟ امال فانتي تمشي معايا؟ في رايي انا ما حقكش تسمعي كلام كيما هذاك الخوك مهما كان الحال، لكن هو ثاني ما حقوش يضربك. هو اذا ضربها ياك خوها ماهوش براني. ثاني نعاودوا الحكايه من جديد. تخليها تروح. واش تحبي ندير لها؟ ربطها بالسلاسل. وكي تروح وحدها واش يقول بابا؟ وعلاش ما يسمعوا لها تخرج وحدها؟ هيا يلا راني واجده. فاطمه تهلاي في الدراري. مس الخير سي مراد راه هنا؟ عندك موعد معاه؟ لا ما عنديش موعد، بس حبيت نشوفه. اذا ما عندكش موعد ما نقدرش. لا تحبين ناخذ لك موعد؟ اعطيني اسمك. قولي له كاينه وحده اسمها صالحه تحب تشوفك. قلت لك بلا موعد ما نقدرش. قلت لك قولي له كاينه وحده اسمها صالحه برك وخاطيك. قلت لك ممنوع يا مرا، ممنوع. ايوا وانت واش خسرتي اذا رحت لي قلت له بلي كاينه وحده اسمها صالحه تحب تشوفك؟ هذه حلوه. علي بلس يا مرا، استقبال نهار ثلاثه. روح تخدم شغلك، خلينا نتفاهم. واش من مفاهمه هذه يا ناس؟ باش من لغه حبيت نكلمكم. قلت لك قولي له صالحه وفرات. قلنا لك ممنوع. واش من هاد العقليه؟ عمالك راكي في مونوبري. اسمعي يا اخت، يا تروحي تخبريه انت قانونيا، يا انا نروح نحوس عليه. واش كاين؟ اهلا صالحه. اهلا مراد. اسلم. الله يسلمك. لاباس؟ الحمد لله. اسمعي، إذا كان كاش واحد جا حوس عليا قول له ما رانيش هنا، مفهوم؟ الله يبارك.
تفضلي صحيح. ريحي، واش بك وقفه؟ ما نقعدش، جيت باش نتفاهم معاك. اقعدي ومن بعد نتفاهم. واش تسوي؟ قهوه ولا اتاي ولا حاجه برده؟ ما نشرب والو. انت دايما كيف كيف، عمرك ولا تغيري. زعما تقدر شوف لك كاش ما عندك حاجه زباده. صح صح. واش راه عمي جلول كاش ما ريح شويه؟ على كل حال مرض القلب يلزم له ريجي مضبوط. وش بك سكته؟ حط حط ما صح. ايوه، علاش جيتي تفهمي معنا؟ علاش عملت تليفون هذاك النهار؟ علاش قطعتو عليا؟ على بالي بلي ماهوش انت اللي قطعتي. اليوم راني قدامك، قل لي واش تحب. علاش راكي زعفانه؟ ما رانيش زعفانه. صح، ما راكيش زعفانه. نقولوا منرفزه. مراد ارحم بابك، خلينا من هذا الشيء. ما جيتش هنا باش نسمع هذه الاسئله، جيت هنا باش نعرف واش تحب عندي. ارتاحي شويه ومن بعد نقول لك علاش عملت لك التليفون. مادام راكي جيتي هنا يلزمنا نتفاهموا. انا نستنى. تفضل. قلت لك هدني اعصابك، الخطر ما نقدرش نتكلم معك وانت يا منرفزه، فهمتي؟ تعرفي باللي خوك ماهوش ناس ملاح. ايه وثاني؟ عمري عمري ما كنت نظن فيها هكذايا. صالحة، حاولي تفهميني، راني في وضعية سيئة، مانيش عارف حتى كيفاش نفتحك في الموضوع. لو كان جات حاجة صغيرة كنت ما تكلمش عليها. خلاص انت 50 مليون، كيفاش راح نقول البابا عليهم؟ تقول بلي خويا عبد العزيز سلف من عندك 50 مليون؟ نعم 50 مليون، ولو كان غير عمل بهم حاجه معليش، على الاقل لو كان قلت البابا سلفتهم لفلان وعمل بهم ديك الحاجه. حتى عمي جلول لو كان يسمع بالقضية هو مريض في الحالة هذه أكيد تجيه صدمة. لكن هو واش عمل بيهم؟ سمعتوا مرة يتكلم مع بابا باش يبنيو برطمون فوق الدار اللي رانا ساكنين فيها، بصح من بعد ما بيعوا الدار في البلاد. مراد عبد العزيز عمره ما قال لنا بلي سلف من عندك 50 مليون. معلوم ما يقول حتى واحد، اللي من حبيت يقول. لكن واش عمل بيهم؟
ما نظنش اللي راح قمر بهم، محال. ويزيد يسعف. ومن بعد؟ كيفاش ومن بعد؟ وعلاش هذاك النهار ما قلت ليش باللي داوست مع خويا؟ ما قلتلكش على خاطر كاين حاجات اللي ما تقالش، ما نقدرش نقولك على حاجات اللي ما تتعلقش بينا. أيوة صار حاجات ما تتعلقش بينا. على كل حال يا صليحة، عمري ما كنت نظن باللي هذه القضية تأثر على علاقتنا، لكن ما نقدرش نخلي الشركة تفلس. أسبوع إذا ما عطاليش درهمي مضطر نقدم به قضية المحكمة. مراد لو كان يسمع بابا ولو إيش حبيتني نعمل؟ وعلاقتي أنا وياك، خطبتنا، شفنا الدوسيه تاع الاستاذ. سلام. اهلا 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 بعبد العزيز. وقيل ما جيتش في الوقت المناسب. معلش معلش ريح دقيقه وانا نرميها. خليك نكملوها في وقت اخر، مازال عندنا الوقت. ايه وقيل عندك الحق. تفضل ان شاء الله نكملوها. صح. السلام عليكم. سلام. ايوا واش عملت انت والمهاجر على الدار؟ دعوة ما تشكرش. بابا ما حبش يفهم بلي ما عندنا حتى فايده في هذا الدار. قاعده هامله. واش تحب تعمل؟ بالسيف عليك لازم تسعفوا. لكن انا راني حاصل. على بالك بلي هذاك الخبيث قدم بيا دعوه للمحكمه. اها وكيفاش راح تعمل؟ لو كان يسمع عمي جلول مع اللي قلبه راه عيان يموت ما فيها حتى شك. وراني خايف لو كان هذاك الخبيث يخبر. انا قلت لك كان قال لي بلي في اخر الشهر لو كان ما يرجعليش دراهم راني نرفع به قضيه امام المحكمه. بصح الشيء اللي ما فهمتوش وشنو هذه مساله الدراهم اللي سلفهم لك؟ قضية طويلة. المهم الآن هو نرجع له درهمه قبل ما يفوت الحال. مادام رفع القضية نظن اللي فات الحال. لا مازال ما فاتش الحال. على خاطر قال المحامي نتاعي لو كان رجع له درهمه قبل ما نوقفه قدام القاضي يرفع دعوته من المحكمة. وشكون اللي عملته محامي؟ واحد اسمه علي. قالوا لي محامي مليح. لو كان شفت المحامي نتاعي خير، صديقي وقريت مع بعض أنا وياه. سي عبد الحميد؟ لا لا، حبيت واحد اللي ما يهتم الا بالقضيه. اه من بعد درك واش راح تعمل؟ انت الوحيد اللي تقدر تسلكني من هذه الورطه. انا؟ ماذا بيا؟ لكن واش نقدر نعمل؟ تقدر لو كان تحب. يا اخي عييت ما نحلل فيه، لكن في اخر الامر رفع القضيه من المحكمه. لكن قل لي يرحم والديك، هذه مساله الدراهم هذه ما فهمتهاش.
قلت لك تقتل لو كان تحب. كيفاش؟ الو. اهلا اهلا سي فضيل، واش رايك؟ لا لا باس لا باس. نعم نعم تقدر تجي. تجيني غدوة. طيب راني نستناك غدوة. الله يبارك. لا 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 كونك هاني، كل شيء على حسب ما يرام. صح، بارك الله فيك، مع السلامة. كيفاش قلت؟ تعرف القضية خطيرة بزاف بالنسبة للباب، لو كان يسمع فيها. أما بالنسبة لي أنا شي سهل، يلزم لها شوية وقت وخلاص. ولكن أنا واش نقدر نعمل؟ هذه 50 مليون. أنا الشيء اللي يهمني درك هو كيفاش نقدر نرجع الدراهم لهذاك الخبيث قبل ما يسمع دابا. ومن بعد خاطيك ماشي سهل. مانيش عارف واش نقدر نعمل، ماذا بيا نعاونك وبلا مزية، حنا دار واحدة، لكن الله غالب. إلا فيما يخص بيع الدار. أنت بابا ياخذ رأيك. واش جاب الدار وموضوع الدين؟ أتحب تقول الدراهم تاع مراد في الحقيقة ما خسرتهمش ضربة واحدة، وإنما يلزمني شوية وقت باش نرجعهم له. وعلى هذا إذا بعت الدار ممكن نتخلص من هذه القضية المستعجلة تاع المحكمة. هم بعد شي سهل. استغفر الله. والدار هذه تجيب لك 50 مليون؟ تجيبهم تجيبهم لو كان بابا يوافق. المهاجر هذاك سهل، نقدر نشرط عليه يخلصني بدراهم في راسه. يقبل يعطيك 50 مليون دراهم في راسه؟ يقبل إذا قتلوا المية بميتين، ومن بعد نحاول باش يخلي لي 100 ب150. اذا هكذا ممكن. لكن انت واش من فايده عندك تاخذ مقابل 50 مليون 25؟ كاين عندي واحد اللي يقبلهم عليا 100 ب250. كيفاش كيفاش 100 ب250؟ نعم. هذا مجنون. لا ما راهوش مجنون، وانما عنده ما يعمل بهم، يشري حوايج الهيل ويعاود يجي يبيعهم هنا وين يصور 3 خطرات سمتهم. هذه مسألة خطيرة. ما هي لا خطيرة ولا والو، 100 واحد راهم يخدموا في هذه الخدمة. ما على بالكش بلي هذا الأمر يتعدى من الجرائم الاقتصادية الكبرى. خليك يا راجل، ما كاين لا جرائم ولا حتى شيء، ياك ضروا بيع وشراء. أنا تاخذ رأيي أخذتك من هذه المغامرات. ما كاين لا مغامرات ولا والو، أنا نقبض دراهمي هنا في الجزائر بالدينار، وهو يدفعهم لي يشريهم عليا الهيئة في فرنسا، وهذه واش فيها؟ ما تخافش، نعرف واش نعمل. ما راكش تشوف كيفاش كاين شي ناس اللي هذه سنوات قليلة ما كانوا يكسبوا والو، واليوم صبحوا من أكبر أغنياء في البلاد؟ يا أخي الله لا يلاقيني مع خدمة كيما هذه ولا يعرفني مع هاد الناس. وعلاش؟ وهذه واش فيها؟ إذا جا واحد يشري عليك فرق دينارين ولا بثلاثة، وعلاه ما تبيعلوش؟ ياك ما غريتش به. هذا الموضوع ما نقدروش نتفاهموا فيه انا وياك خلاص. وعلاه؟ يا الدار حرام؟ ماهوش غير حرام برك، اكثر من الحرام، جريمه اقتصاديه كبرى. اسمع، انت عاوني في الشيخ باش نبيعوا الدار والباقي خاطيك. على كل حال انا نقول له، بصح انت ما جيت بيع الدار وتخلص حتى تكون القضيه فاتت في المحكمه. راني عارف. وعلى هذا اللي راني هنا. كيفاش هذا وعلى هذا اللي راك هنا؟ ما فهمتش. أعطني 50 مليون وبمجرد ما نبيع الدار نرجعهم لك. كيفاش؟ أنا نعطيك 50 مليون؟ منين راح نعطي لك 50 مليون؟ من مالية الشركة. أعطيني شيك نتاع 50 مليون، ومن على 10 أيام يكونوا عندك. هكذا أنا متخلص من هذه القضية نتاع 10، وما يسمع لا بابا ولا واحد آخر. أنت راك معبول ولا؟ كيفاش نعطي لكم دراهم الشركة؟ أنا محاسب مانيش مولاها. لكن هذه ما فيها والو، مادام دراهم يرجعوا لك بعد 10 أيام. نفرضوا نقدر نعطي لك هذا المبلغ، تعرف واش يوقع لي لو كان يفيقوا بيا ولا ما تعرفش؟ السجن، يسيزيوا لي الدار وكل ما عندي، ولادي وزوجتي يصبحوا في الزنقة وأنا في السجن. خليك يا راجل،
وعلاش ما يرجعوا لكش؟ كلام ذراري. نرجع لك دراهم في وقتهم غير ما تخافش، تحسبني مهبول؟ يا هل ترى انا رايح نرضى نعمل لك الشيء اللي راك تقول فيه؟ هذا ما راهوش راي. طاهر، كاين حتى طريقة أخرى من غير هذه اللي نقدر نتخلص بها قبل ما يفوت الحال. وإلا راني نقضي على بابا وعلى العائلة كلها. طاهر، ما كاين حتى شيء اللي يخوفك. كيفاش هذا ما كاين حتى شيء اللي يخوف؟ دراهم الشركة نعطيلك. لا، ماهيش معقول. يا أخي، طلب مني اللي حبيت غير هذا الشيء، لا. طاهر، ما عندي حتى واحد من غيرك اللي يقدر يخلصني من هذه القضية اللي راني فيها. نعطيك كلمة شرف، نعاهدك. دراهمك يرجعوا لك في وقتهم. نحلف لك. يا طاهر أنا أخوك. ما تخلينيش نتنفضح ما بين الناس. وما نقضي عليه بيدي. يا طاهر ما تخليش الناس يضحكوا عليا. ولا غير تعمل بحسي وأنا ميت وأنا هو حي. لكن كيفاش نعطيك دراهم الشركة؟ لو كان يفيقوا بيا ما يصير والو. نعطيك كلمة شرف. نعهدك اللي مالي خطر. ما تخاف والو يا طاهر، ما تخاف والو. خليني نفكر في الموضوع. فكر يا خويا العزيز، فكر. بصح ما تطولش عليا برك. ياك على بالك اللي القضية راهي مستعجلة. أنا نروح نشوف هذاك المهاجر وأنت كن متيقن اللي دراهم كيكونوا عندك. ولكن أنت الدار مازال ما بعتهاش. ماكش عارف اذا كان المهاجر يعطيك ذاك المبلغ والا لا. ماكش عارف اذا كان باباك يرضى يبيع ولا لا. وتقول لي دراهم يرجعوا في وقتهم. عارف واش نعمل. في الحقيقه هذاك المهاجر او قابل بالمبلغ، لكن انت ما تقولها لحتى واحد. اما بابا سهل امره، وبالخصوص اللي عاونتني انت فيه. قلت له باللي باش نديه لفرنسا يداوي، وعلى هذا اللي ما يرفضش. وحقيقة اللي ندهي داوي إذا يحب. خليني خمم شوية. كل متيقن اللي في الواقع ما كاين حتى شي اللي يخوفك. الدراهم يرجعوا في وقتهم. ما تخمم ما تحير. أعطيني شكو هذا مكان. سبحان الله، كلي دراهمي وبخلتك فيه. عارف، لكن ما تخافش. أنا نتسمى أكثر من أخوك. عمري ما نقبل أختي وولاد أختي يسبحوا في الفضايح. واش كاين من فرق ما بينك وبيني؟ صحة خليني نخمم. صحة، على كل حال انا نتكل عليك. ها بقى على خير. في الامل. ما تنساش تجي العشية للدار. العشية وعلاش؟ او نسيت. واش كنا نهضروا؟ قضية الدار. ياك تفاهمنا باش جيت تتكلم مع بابا. صحة العشية صح. صح، بقى على خير. في الامل. Thank you.
مع لي رشدي. نعم. كي تخلص توزيع الرسالة تجوز لي للمكتب. صح. اعمل شيكو بورتر باش قدرت نكر كلشي من بعد. راك تحلم، عمري ما جيت لك وعمري ما طلبت منك دراهم. وعلاش حابين نطلب منك دراهم الشركه؟ صحيح انا مهبول، انا مهبول. تحب نقول لك صح؟ روح شوف طبيب على روحك، على خاطر يظهر لي بلي اعصابك ما راهيش مليحه. انا نطلب منك دراهم، ما على باليش واش راح عملت بدراهمك ولا تكون قمرت بهم ولا مانيش عارف. لو كان جاش الضربه اللي نعطيها لك تولي لوجهي، لو كان تشوف. بصح انت ما تهشمش. سبني دركا، تسبني دركا، زيد سبني. ايه بصح ما تخافش، يجي نهار، يجي نهار اللي نتحاسبوا فيه. تهددني دركا؟ انت تهددني انا؟ هددني بصح ما راكش عارف واش راهي تستنى فيك. واش راهي تستنى فيك؟ تعيا شوية. راك تشوف. ما تخلوش بزاف. بعد نهارات تخرج إن شاء الله. أحسن. قلت لك بعد شي نهارات تخرج. ياك اللي كانوا محارينهم دراهم. الدراهم الآن راهم في الجيب. لقيت دراهم. أخويا لقيت. كاين واحد وعدني. يا حسن. شكون يسلف لك 50 مليون؟ قلت لك ما تخممش. كاين واحد صاحبي وعدني يجيبهم لي. وقتاش؟ حتى شي براسي. وحتى لو كان دبرنا الدراهم، ظن لي يسمحوا لي. لازم تكون واقعي سي طاهر. إذا دبرنا الدراهم، معناها القضية اللي راك أساسا مسجون عليها هنا، أكبر عنصر فيها يكون تحل. هكذا دارك يترفع عليها الحجز، أولادك يرجعوا ليهم. الدار عندك الحق، أما أنا حتى كان الشركة قبضت الدراهم ما تسمحليش، لأنها تعتبر أني اختلست أموالها
واستعملتهم في مصالحي الخاصة. أيوة، أنت المحامي ولا لا؟ معلوم في البداية الشركة اعتبرتك مختلس، لكن لما عرفوا كل الملابسات انت على القضية ما عادوا يحوسوا إلا على دراهمهم. وتظن العدالة تسمح لي إذا كان سمحت لي الشركة؟ كل حاجة في وقتها. المهم أولا هو الحصول على الدراهم، هكذا على الأقل يترفع الحسد على الدار. وحورية ما شفتهاش؟ لكن ما هوش معقول أبدا تتخلي على زوجك في هذه الظروف اللي راه فيها. هذه الظروف يا سيدي هو اللي وصل روحه ليها. لا راكي غلطة. لا ما رانيش غلطة. قلت لك راكي غلطة. ثم نفترضوا راكي على الصواب وعندك الحق. يا هل ترى معقول كاين المرأة تتخلى على زوجها في وقت الشدة؟ ما راهوش زوجي، وما نقبلش نكون زوجة واحد سراق وقمار. راكي غلطة كثير يا سيدة، وكلام كيما هذا ما حقكش تقولي على زوجك. قلت لك ما راهوش زوجي، وقضية الطلاق راهي تتمشى من على يمات يفرق بيناتنا القاضي. كيفاش كيفاش؟ من على يمات يفرق بيناتكم القاضي؟ وعلاه؟ القاضي على بالك يطلق بين زوجين غير هكذا بصباح الخير؟ اخزي الشيطان. اولا زوجك ماهوش كما تتصوري، ثانيا حتى ولو كان راه عمل شي اللي قلتي حقيقة ما تنسايش اللي هو اب ولادك. اب ولادي؟ لا ما عندوش اولاد. خليك من هذا التفكير وشوفي الواقع. زوجك راه في عذاب كبير، روحي شوفيه وتفاهمي معاه، ردي على رسائل نتاعو على الاقل. راه معذب عليك انت والذراري اكثر من السجن اللي راه فيه. كملت ولا مازال؟ ناري تكتشفي الحقيقه تندمي، وربما اذا كان عندك احساس ذيك الساعه ما تقدريش تقابلي زوجك. انا قلت لك انا من فضلك ما جيتش لداري باش تكلمني بهذا الصفه. جيت لدارك على خاطر انا هو المحامي تاعو، فهمتي؟ هما لا اسمع يا صديق ومحاميه، انا ما بقى بيني وبينه الا وقفه الطلاق امام المحكمه. ما حاجه اخرى كل شيء انتهى والى الابد. انا الغلطه اللي تزوجت به، الكل حذروني وقالوا لي ما تتزوجيش مع واحد اللي ما راهوش من الطبقه نتاعك. ابسط الواجبات الزوجيه ما قدرتيش تقومي بها، تتخلي على زوجك من اول شده. سامحيني نقول لك رايك بكل صراحه، انت اللي تعتبري نفسك من طبقه راقيه وبرجوازيه. اولا الجزائر اللي راكي عايشه فيها تعتبر البرجوازيه انحطاط ماهوش رقي. ثانيا اللي يحسب روحه راقي ما يهربش على رفيقه من اول شده. لا ما تقوليش هذا الكلام في داري. مجمع مبارك اختي وجراكي. سي عبد الحميد. اهلا بالسي عبد الحميد. واش راك؟ راك بخير سي عبد الحميد، راك لاباس؟ اللهم صل على النبي راك منور. اختي كاش ما جاي يخدم لك مخك ولا؟ اللي يخدم لي مخي مازال ما نزادش. سي عبد الحميد مازال الحال، ريح نقصرو شويه يا ريح سي عبد الحميد. ايا ما سمعتنيش حورية؟ ما شفتهاش؟ لا ما شفتهاش. مانيش عارف علاش ما تحبش تجي تشوفني. لا ما خلت رضع على المسائل نتاعي وقيل مازال زعفان علي مسكينة غلطها أخوها دون صح على اللي انقبر وخسرت الدراهم اللي خديت من الشركه في القمار. مسكينه مازال تحبها؟ انا لو تاخذ رايي تفكر في روحك هذا الوقت، النيه تاعك وعواطفك هما اللي وصلوك لهنا. واش
واش تحب تقول؟ تحب ما نفكرش في ولادي وزوجتي على خاطر ما جاتش تشوفني في السجن؟ لا، هي مسكينة ماهيش عارفة الحقيقة وعندها الحق، كانت لاباس عليها صبحت. لا لا، هي ماهيش ظلمة، هي خاطئة، هي معذورة. قولي، لو كان زوجتك تطلب منك الطلاق، وش يكون الموقف تاعك؟ كيفاش تطلب مني الطلاق؟ ممكن تطلب مني الطلاق؟ لازم رايح شمالة بيها. قلت لك لو كان تطلب منك الطلاق، وش يكون الموقف نتاعك؟ ما سألتكش إذا ممكن وإلا لا. في الحقيقة هذا الموضوع ما فكرت فيه. ممكن تطلب مني الطلاق؟ هذاك ما بقى. في الحقيقة وعلاش لا؟ مادام راهي مصدقة باللي الدراهم تاع الشركة ما عطيتهمش لخوها، ماهوش بعيد باش تطلب مني الطلاق. الكل يشجعها عليه. زواجنا ما كانوش راضين به، قالوا لها باللي احنا ماناش من طبقة واحدة. فهمت؟ ما احناش من طبقة واحدة. ربما عندهم الحق. أنا اللي ما كنتش فاهم هذه الأمور. وما زلت ماكش فاهم. على كل حال، المهم الآن هو الخروج من السجن، ومن بعد كل سهل. أنا روح طويل وغدو نرجع لك. كش ما تستحق؟ والحال سهل أو ليه؟ في الحقيقة رجل مليح، لو كان ماشي هو لو كان راهي عمري خرجت في السجن. يتكلم معايا يجيب لي دخان. علاش؟ دخان خلاص؟ لا لا لا، إذا قدرت روح شوف دراري. كل متهني. ما نقول لك قال خير. زعما قبل ما نروح لكندا ندوز على فرنسا خير. يا خويا تديني معك لفرنسا. ودراهم وراهم. قولي لباباك يبيع الدار لهذاك المهاجر ومن بعد خاطيك. ايوا بصح انا ما فهمتش علاش ما حبش يبيع الدار. على خاطر نتوما شحنتو باش يبيعها ما حبش يبيعها. لو كنت سكتوا عليه من عليا مات وحده وحده يبيع الدار ويقول لكم ادوني لفرنسا نداوي. هي بالذات ما يلزمناش نتكلموا له عليها. نتكلموا له على الطب والدواء والناس اللي باش يداويو يروحوا لفرنسا والامريكان والبلدان الاخرين. خويا انا داق خاطري ماذا بيا نروح لكاش مضرب هاد الايامات. تراني فهمتك. تعيش طاهرة. ما زيش تذكروا قدامي خلاص. نحبش نزيد نسمع اسمه. حقت فكرت واش يحب عندك المحامي نتاعو؟ إما قد يجي يشوفك هذاك النهار. جاي يرشدني. أنا يا بنتي غدوني الدراري وما هو حتى شيء. بالخصوص كي يتهم عبد العزيز بالجريمة. مزيان لي بابك ما سمعش. أنا اللي غاضتني الدار يا يما، حاجة أخرى ما تهمش. عبد العزيز الطلاق يطول؟ ما نظنش. المحامي اللي كلفته بهذه القضية هو اللي قال لي ما توقفوا قدام المحكمة ما والو، هو يدبر راسه. بصح يا أختي طلبني بزاف. معليش، أنا نظن راكي غلطة اللي طلبتي الطلاق بهذه السرعة. لو كان فكرتي في ولادك. سكتي أنت، ما عندك ما دخلك. هنا يا أختي عندك الحق. أنا الغلطة اللي تزوجت به النهار الأول. حنا في الأول قلنا لك لا لا، وأنتي ما حبيتيش تاخدي الرأي. ما كنتش عارفة اللي راح نزوج بواحد قمار. فضحنا هاد الفضيحة كاملة. سراق وقمار. نفرضوا يا لالا يظهر ماهوش كيما راكي تقولي. وأنتي خير من المحكمة اللي حكمت بجريمه. ياك هو بنفسه اعترف بلي سرقتها من الشركة. قال لهم خديتهم قمرت بهم. وأنتي شفتي كاش واحد يسرق ويقمر ويقول لهم من الحقيقة؟ لا ما كانش. خلونا من نذوق بينه وبين مولاه. عندها الحق يما، خلونا منه. يصير واش يصير ما نبدلش رايي.
عقب. ماكو غير الخير. أنا من بعد نرجع لك. صباح الخير سيد بعد. سامحني إذا كنت غيبت عليك هذه ثلاث أيام. معليش معليش، تجي ولا ما تجيش كيف كيف راني واقف درك. لا يا راجل، ما تخليش روحك يستولي عليك اليأس بدون مبرر. بدون مبرر؟ معلوم بدون مبرر. المجرم هو اللي يخمم ماهوش البريء. على كل حال جبت لك اخبار ساره. لقيت شكون يسلف الندره. لقيت شكون يسلف الندره؟ لكن استنى ما تفرحش بزاف. لقيت ولكن بشرط. وش هو هذا الشرط؟ تكيلو دارك يسكن فيها على سنه. وش من دار كريلو؟ ياك راهي تحت الحجز. وإذا كان كريت له الدار، أنا ولادي وين يروح؟ بشوية خليني نفهمك. مازال ما كملتش كلامي. يلزم تفكر تفكير واقعي وتبدل نظرتك الأمور. هذا الراجل شربت كيلو دارك بعد ما يترفع عليها الحجز. ودراهمه وترجعهم له في مدة 5 سنين ويحسبهم لك بالفايدة تاع 8%. كما في سنة التجهيز تاع 10 سنين. منين نجيب له هذا 50 مليون؟ 5 سنين. وين نروح انا لما نخرج؟ ضم سابي يقبلوا يسكنوني عندهم؟ وزيد حتى هما يقبلوا انا ما نقدرش نقبل. بالعقل بالعقل. ما هو شاك يا سي طاهر. يلزم تقبل تكيلو الدار على عام. تعملوا عقد بينكم وتقبل ترد له دراهمه على 5 سنين وبالفايده اللي طلبها هو. ولما تخرج ساعد الحال. اما اذا بقيت هنا ما تقدر تعمل والو. كيفاش نقرا حسابي؟ لو كان على بالي عبد العزيز يعمل لي هكذا، ما نعطيلو شاك ما ندخل روحي في الشغل. لكن الله غالب. قل لي، وقتاش ناوي تسافر للخارج؟ تسافر للخارج؟ معلوم. يا اخي عملت لك اتفاق مع شركه للبنك باش تعمل معاهم. وكل شيء راه تام. العقد راهو عندي في المكتب مطوع عليه هو. وكذلك تذكره السفر. تحب نمشيو الان نعطيهم لك. لا درك نفضل نشوف دراري قبل. انا لو تاخذ رايي ما تروح ليهم ما والو. بقى ولادك نشوفوا كيفاش نعملوا لهم من بعد. اما الان ما تقدر دير لهم حتى شيء. سيدي اعمل روحك
كيلي مازال في السجن؟ لا لا بود، لا بود نشوف ولادي. وغدوة إذا كان تحب نتكلموا في موضوع السفر. دبر راسك. أنا هذا أنت؟ واش راكي خالتي أم الخير؟ واجي دير لهنا، هيا خرج من داري. أنا طاهر، ما قلتينيش ولا؟ قلت لك خرج من داري، خرج من داري. واش راكي؟ واش حبيت عندي؟ وخرج من دارنا، ما عندك حتى هضره معنا. وشنو هذا الكلام؟ حتى انت؟ روح كاش ما وين تقمر على روحك، روح. حوريه راكي غلطه. فضحت بيا وبعائلتي، ما بقى حتى شي بيناتنا. حوريه، انت تقولي هذا الكلام؟ نقول لك اكثر، اخرج من هنا. ما تخافيش، راني خارج. جيت غير باش نتفاهم معاك. نتفاهم مع دار الشرع، ماهوش معايا. راكي تندمي. راكي تسمعي، قال لك راني رايحه نندم. نندم عليك انت. معليش معليش، راني عارف اللي غلطوك. لا لا، حنا غلطنا وغلطنا بنتنا. اسمع اسمع، تعمل المليح وخرج علينا. راني خارج، بصح نحب نشوف الدراري. ما تشوفهمش، ما عندكش دراري. اذا حبيت تشوفهم حبط لدار الشرع. واش راكي تقولي وراهم؟ قلت لك روح على روحك. روح علينا يرحم والديك، بهدلتنا، فضحت بينا. صح صح، بلا عياط، راني خارج. بصح يلحق النهار اللي تندموا على هذا الكلام كله. واش جيت تهدد فينا؟ اسمع اخرج ولا نعاد الشرطه. Thank you.
نبحث من بلاد إلى بلاد مثل المتشرد، نبحث على المستقبل، نبحث على السلام، يعني نبحث على المستحيل. سنين مرت ومرت معها الأيام المفزعة، قضيت أوقات عديدة في العمل ودربت على أسرار رجال الأعمال الكبار حتى أصبحت منهم. كل ما تنجم تروح تسكن في دارها هي ولدها كما العاده، لكن حتى واحد يجي يقلقها. المشاريعها كلها راني باغيها في كل شهر. والطاهر كي تخدم عليه، وعلاش تسال على الطاهر؟ كاش ما بقى بينك وبينه؟ سبحان الله، ولا سقسيت فيها واش زي شي واش هي؟ راهو بابات ولاد اختي على كل حال. اه في هذه عندك الحق. نسيت. قل لي واش من بلاد راهو فيها؟ في الكويت ولا في الامارات؟ سامح لي ما عنديش الوقت نضيعه، عندي خدمة. مفتح نسيت على بلد تومك. بارك الله فيك. تعرف انت محامي تاع الصح، اذا كشنا كانت لي مشكلة انت اللي راني نجي نشوف. يبقى على خير. على بالكش اللي يشرب الشراب؟ لا ما على باليش، هذه هي المره الاولى اللي نشوفوا فيها سكران. وانت على بالك يا حسنه؟ كاين حوايج اخرين ما تعرفيهمش. وشنو هما هاد الحوايج؟ والو، ياك هو كان يقول بلي ما كان حتى حاجه تتخبى في هاد الدنيا، يجي الوقت اللي تعرفي عليه كل شيء. كاش ما عمل وانا ما عنديش فيه خبر. لو كان تعرفي ما بلي يشرب الشراب. هذه المصيبه اكثر من اللي فاتوا الكل، كان لاباس عليه في رحمة ربي. قل لك حاجة، معي ونطلبوا الناس يتفرجوا علينا. لا حيا ولا حشمة، جانا في هاد الحالة سكران، ولو كان كانوا هنا دراري. قررت العودة لأهلي، ممكن نصلح ما تبقى من شي السليم الذي تمزق بالغدر والظلم. ظلم الناس، ظلم الناس اللي ما عندهمش ضمير. لكن برغم هذا كله اتحققت ان السعادة المادية ما تكفيش لحياة الانسان. اهلا سي عبد الحميد، واش راك؟ لاباس الحمد لله. ايه. لاباس راك؟ حسيت تبدلت قريب ما عرفتك شحال. انا غير شفتك عقلتك. ايه باه هذه موبا، فات خبرك علينا خلاص اسيدي. ايه واش تحب الظروف؟
واش كاش اخبار على الدراري؟ لا باس راهم غايه الحمد لله. هيا روحوا للسياره. هيا تفضل. هذا نعرف. خلي عليك خلاص. وين تروح يا خويا؟ راح اشوف الدراري. خلي الغدوه وروح اذا تحب، لكن لو كان تاخذ رايي ما تروحش بالكل، ما تعرفش باش تلاقيك. اما اولادك اطلب تشوفهم بطريقه اخرى. لابد راح نشوفهم الليله. 5 سنين، 6 سنين وانا استنى في هذه الساعه، ما نقدرش ابدا نتهنى لو ما شوفهمش. انا نقول لك على حساب المقابلات اللي كانت قابلتني بهم زوجتك، ما يليقش بيك تروح لها هكذا كانه موقع حتى شيء. ونقول لك باسم الصداقه اللي بينا، ما تجعلش نفسك ضحيه باستمرار. الناس يحبوا الجلادين ما يحبوش الضحايا. فات الحال. اكل مفتح حتى على الباب البراني، اذا ما رجعش بكري حل الباب وحدك وتقول هذاك صحه تعبتك بزاف. لا لا ما تزيدش تعاود هذا الكلام. لا هذا ماهوش حق. لو كان لا هكذا برك راح لفرنسا قتل بابا وروح لينا. ما تقوليش هذا الكلام ولا وشنو؟ حتى انت حبيتي تزيدي تبهدلي بينا. غادك تبهدل ما غادكش بابا الله يرحمه. وباباك واش عمل كي حبيتي تهضري؟ ما عمل له والو، رجعوه في النعش ولا نسيتي؟ وكي رجعوه في النعش هو اللي قتلو. مات وخلاص وفى اجلو والناس الكل تموت. الناس الكل تموت. عزي روحك. بركي بركي هذا خونا وما عندنا حتى واحد غيره. كي عاد خونا نخلوه يستعمرنا. انا راني عارفه وعلاش دايما تزعفي عليه. وعلاش نزعف عليه؟ ما راكي عارفه مش قاش نقول لك. من النهار اللي تفارقتي انت ومراد لو كانت تصيبي الموت تتلقيها عليه. مراد سبه برك. معاد العزيز هو والو كيف كيف. والو ولا ماشي والو خويا وما نبدلوش بمال الدنيا. راكي غلطه في هذا الدنيا كل انسان يتحمل مسؤولياته. خويا ولا واحد اخر كيف كيف. لو كان راجلك اللي جا سكران قبل يدخل الدار. ما زلتي صغيرة. بعد الدار تاع الهيه في البلاد ودوك راهي يبيع في الدار اللي هنا. حقا حقا باش يشري دار واحد اخرى. ودار البلاد قمر بيها يا اخي. بيها اللي راهي يخلص الدار اللي رانا فيها. يا اخي ليا يا اخي تظني صح باللي عبد العزيز بعد الدار تاع البلاد باش يخلص دار راجلك؟ ما عندي حتى راجل. وما تزيديش تقولي لي راجلك. سامحيني ما زيدش نقولك. الدار تاع البلاد كنا الكل متفقين باش نبيعوها. هو وحده اللي كان حارس باش يبيعها ولما ما حبش بابا خلق له فكره العلاج في فرنسا. وزيد ياك الطبيب قال ما كان لاش يروح لفرنسا. الطبيب اللي قال لو كان ما كانش مضرور كان ما يموتش. وزيدي هنا ما فهموا له والو ولهيك لما فهموا له رجع لينا ميت. وفاءت له مسكين كان الله يرحمه ما حبش يروح لفرنسا. ما كانش عارف الضر ديالو وعلى هذاك اللي كنا غلطين. كيفاش هذا كنا غلطين؟ حتى واحد من قبل ما فكر باش نديوه لفرنسا. ولما عبد العزيز جاتو الفكره ما تفهمناش بالخف وبقى كل واحد منا متردد. رحم بابك ما زيديش تهضري ليه على عبد العزيز. علاش ما نهضرلكش على عبد العزيز؟ على خاطر بابا الله يرحمه ما بيهش الدواء بيه الدار. اكيد الدار هي اللي تسببت في موته. وش بيك هاد الليله راكي محرشه على عبد العزيز؟ تحبي نقول لك؟ قولي. اذا كان انت تقبلي باش واحد سكير يتحكم في حياتك انا ما نقبلش. ما نقبلش واحد سكير يتحكم فيا. واذا ما قبلتيش واش تقدري تعملي؟ هاني ناديه هاني ناديه واش تحب يا راجل؟ سخيف عليا. شكون انت؟ طاهر. واش بيك؟ واش راك لاباس؟ وعلاش جاي؟ واش حبيت عندي في هذا الوقت؟ خليني ندخل ومن بعد نقول لك واش حبيت. خليك تدخل ولوين تدخل؟ ما بقى حتى شي بيني وبينك. اتفضل. لو كان بقى حتى شي بيننا ما نجيكش في هذا الوقت. روح على روحك ما بقى حتى شي بيني وبينك. حورية واش بيك؟ خليني ندخل راك تشوفي الحال كيفاش راه. روح خير من نعيط للجيران ما راهوش هوتيل هنا.
حورية، خليني ندخل ومن بعد قولي شي اللي تحبي تقوليه، ماشي طرديني هكذا من الباب. ما بقى حتى شي بيني وبينك. بزاف حوايج مازال بيناتنا. السلامة سي طاهر. واش راكي بخير لاباس؟ الحمد لله. واش راك؟ هذه مفاجأة. مرحبا بك. هذا ما كتب الحال. انتي على الاقل ما نفرطينيش. هي وانا ماشي كيف كيف. نجم نقعد؟ اقعد اذا حبيت مادامك دخلت. وش راه مجلول خالتي ام الخير؟ جيت تسال على خالتك ام الخير وش راهي؟ وعلاش عيب اذا سالت؟ اذا كنت لكن ما قلتش خير. قول واش حبيت تقول؟ اسمع يا حورية، ما جيتش باش نخاصمك ولا نهولك، هدني اعصابك. علاش جيت مالا؟ واش بقى بيناتنا؟ تبي تعرفي واش بقى بيناتنا؟ راني نستنى فيك، واش بقى بيناتنا؟ ماشي حق عليك تعاملني على المعاملة، خسارة. قول واش بقى بيناتنا؟ لكن انت ما تعرفش واش بقى بيناتنا. انا اللي نعرف. نحب نقول لك واش بقى بيناتنا. بقى بيناتنا ماضي ملطخ بالعار، انتهى بنا الطلاق. هذا هو الشيء اللي بقى بيناتنا. اذا جيت على الماضي راك سمعته، ماذا بك تكتنوض وتروح على روحك. انت اللي طلبتي الطلاق، انا ما طلقتش. شي حب يقول هما للجزمه متاع القاضي تكذب. ولكن وين حبيتيني نروح في هذا الوقت؟ هو في داري هنا فندق. كيفاش؟ دارك؟ ايه داري. داري وسلامة خويا. سلامة خوك؟ سلامة خويا، ايه. اسمع، ماشي بعد ما تهنيت من فضايحك مدة 5 سنين جيت اليوم تشاركني من جديد. لو كان كنت عاقلة كنت تخليني ريح وتسأليني وين كنت؟ علاش جيت؟ تعرضيني على الأقل على قهوة. من بعد إذا ما تفاهمناش كل واحد يروح في حاله. صار جيت باش نتفاهموا وباش نطيب القهوة وباش تحكي لي على البندان اللي شفتهم والناس اللي تعرفت بيهم وتقول لي غالي شي تما ولا رخيص. 5 سنين كامل جاي ليا باش نطيب لك قهوة ونخليك تريح شوية. يا ناس يا ناس، شحال قلبك واسع. وعلاش راكي تقلقي في روحك هكذا؟ هذه ليلة وتخلص. صار رايح تبقى عندي ليلة كاملة؟ لا، ما بقى بينا والو والو. لو كان جيت شاعر، لو كان نقول الماضي اللي عشناه مع بعض ما كانش كله تعاسة. ما راهيش دارك وما عندك لا دار لا دوار، ما راكش من الرجال اللي يديروا الديار. ما تخافيش، ماني شاعر للاسف، انا راجل واقعي اكثر مما تصوري. اذا راني هنا على خاطر كاين ولادنا، وماهوش على خاطر حنا تخاصمنا. ماهوش تخاصمنا برك، اتطلقنا وتطلقنا طلاق اللي ما يعطيك حتى حق على الدراري. كتر خير عبد العزيز ودار بابا، لو كان راني انا وولادي نطايش في الزنق. صار بسلامة عبد العزيز. اسمع، ما نقبلكش تتكلم على خويا باستهزاء. حقا نسيت، كيف راه؟ باع الدار المهاجر ولا مازال؟ احسراه عبد العزيز ما ضيعش الوقت، باع هالو. وانت واش دخلك في الكلام؟ درك واش حبيت عندي؟ روح وين كنت هامل على روحك. اسمعي كوني عاقله، حبيت نشوف ولادي وحبيت كذلك نتفاهموا عليهم فيما يخص بيتهم وقرايتهم. جاي يشوف ولاده ويتفاهم معايا على تربيتهم وقرايتهم. عندك الزهر وواسع قلبك. ما تغلطيش روحك بزاف، كل حاجة عندها حد. أنا ما جيتش ليك كعدو. فاهمة فاهمة، جيت كصديق عزيز، كزوج سابق اللي ما عمل حتى شي اللي يتلام عليه.
إنما المكتوب ما حبش باش يكون هو وزوجته. هذاك هو بالضبط بدون سخرية. أنا ما عملت حتى حاجة ليلوموني عليها الناس. وإذا كان أنت طلبتي طلاق من غير ما تعرفي الحقيقة بدون ما تفكري حتى لحظة في ولادك، أنا على العكس فكرت في كل شيء، رضيت باش تتاح عليا كل مصايب الدنيا من أجل ولادي، من أجلك أنت كذلك. من أجلي كذلك، يعطيك الصحة. اسمعي، حد الآن ما حبيتش أرفع صوتي. ياه، ما حبيتش ترفع صوتك. ها هو جاسي الراجل، أهلا بالراجل ورايح يرفع صوته عليا. مسكين، تحب ترفع صوتك عليا، هكذا تحب؟ أنت غلطة، غلطة في كثير من الحوايج. هذه كلمة حق، أنا الغلطة، لكن غلطة فيك أنت. بس حضرت فقط، اسمع، الدار ليا أنا، وكتر خير خويا اللي خلصها من الزيزي، والدراري ولادي، كتر خير القاضي اللي عطاهم لي مرة واحدة وبدون مشكل. أما أنت يكفيك الشيء اللي عملته، روح وين كنت على روحك. حرية، بالعقل عليك، مهما كان الحال حتى بابات ولادك. وظني باللي أنا ما نسوى والو، وظني باللي الولاد الأحسن ليهم يكون عندهم باباهم ميت ولكنه مثل أعلى، خير من اللي يكون عايش معاهم وهو كما جميع الناس. وانت كما الناس. تعرفي حورية، راكي غلطة، أنا ما عملت فيك والو، بالعكس انت اللي عملت فيها اللي ما عملوا العدو العدو. ولكن في خاطر دراري وفي خاطر كلمة قلتها لك في يوم من الأيام، قلت لك حاجة ما تقدر تفرق بيننا ما عدا الموت، وإلا إذا أنت ما رضيتيش تقعدي معايا نهائيا. لكن أنا ما نقبلش نقعد معك نهائيا. ما تتسرعيش، بالعقل خليني نتكلم، ياك ما بقى بينا غير الكلام. مع كل اللي عملتي فيا قلت نرجع للدار ما قول والو، نقولها فقط حوليها هيا نتفاهموا، ننسوا كل اللي وقع بينا على خطر اولادنا، نعودوا حياتنا من جديد. قلت نرفد قلبي بين يديا. اسمع بركه ما تشعر عليا، خليني اروح نريح شويه. ولكن عندك الحياه كلها باش تريحي. ما يديك، واش راك حاب عندي؟ الدراري ما تشوفهمش. سي طاهر، الدراري ما راهمش هنا، يا راهم في دارنا. ما راهمش هنا؟ يا خسارة، وأنا اللي حبيت نشوفهم، قلت باهي أنا خاطري غير إذا شفتهم. خسارة. وعلاش قعدوا ليه؟ إيه ما راهي وحدها، إما أنا شدتهم يباتوا معاها. وحدها؟ وعلاش؟ وين راح عبد العزيز وعمي جلول؟ بابا الله يرحمه، عنده 4 سنين من اللي مات. الله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله. وكيفاش مات؟ من القلب ولا؟ مات في فرنسا. فرنسا؟ وعلاش؟ راح لفرنسا؟ راح يعمل بيلوميت. لا حول ولا قوة إلا بالله، ما لا كان مضرور. شكون عارف؟ كيفاش وشكون عارف؟ واش يحب يقول؟ لو كان ما كانش مريض كان ما يموتش. القلب واعر واش ما جاي عطو، لازم يكون. على كل حال الله اعلم. واش لازم يكون؟ واش تقصد؟ وعلاش راكي زعفانة؟ ياك رانا نتكلموا. قلت لازم يكون وما كملتش كلامك. قلت بالك مات بصدمة، والا على خطر كي كان في الحياة ما كانش مضرور، ياك الطبيب بنفسه في ذاك الوقت قال ما عليه والو. حتى انا قلت لهم مات بصدمة، ما حبوا يسمعوا كلامي ولا حبوا يصدقوني. وانت كنتي معاه؟ تعاش الصدمة. على كل حال درك مات سواء بالصدمة ولا بغيرها، كيف كيف هذاك هو. بصح لو كان ما داوش لفرنسا كان يموت بيناتنا، ماشي يجيبوه في النعش. ايه مكتوب له باش يموت ثم. وعبد العزيز واش راه يعمل؟ علاش تسول على عبد العزيز؟ ماذا بيك تخلينا نرقدو؟ ما تكلمي سوى على النوم، كأنك عندك 100 سنة ما رقدتيش. النوم خير من الكلام اللي ما فيهش فايدة. الدراري كبروا شوية. كبروا، لو كان تشوفهم ما تعرفهمش. راهم يقراو. هي قراو، ناجحين في قرايتهم لاباس عليهم. وانتي؟
واش راكي تعملي؟ الله الله، متحيض علينا كلنا، بعد 5 سنين جاي يسول فينا، وعلى كل واحد يحب يعرف حاجة. نسول على ولادي على خاطر ولادي، ونسول على عبد العزيز مهما كان الحال على خاطر خال ولادي، وإذا نسول على صالحة على خاطر خالة ولادي، وإذا سمحت لنفسي باش نجي نتكلم معاك على خاطر محتم عليا نتكلم معاك، لأنك أم ولادي. زيد؟ تحبي نزيد؟ قبلت العذاب في خاطر ولادي وفي خاطر مستقبلهم، فهمتي؟ ما فهمتش. كما فهمتيش خير. وعلاش كما نفهمش خير؟ على خاطر انتبهت باللي كثير من الأمور ومن الأثاث راهي خاص فيها الدار. تاني حتى قش الدار تسأل عليه. على خاطر نظن باللي ما كاين حتى سبب اللي يدفعك باش تبيعي الشي اللي كنا نملكوه. كيفاش كيفاش؟ ما كاين حتى سبب اللي يدفعني باش نبيع القش. مسكين، قل لي راك تتمسخر ولا تتمهبل ولا ما عندكش خبر في الشي اللي عملت؟ أنا عملت؟ وش عملت؟ نحب نعرف إذا كان أنت اللي بعتي القش ولا لما رجعتي للدار ما لقيتيش. وعلاش راك تبحث على هاد الأمور؟ أنت واش يهمك؟ نظن اللي كاين كثير من الحوايج راكي فهمتهم فهم غلط. رجعنا ثاني لنفس الموضوع. أنا الغلطة. قل لي جيت باش ترجعني؟ وأنتي واش تميزي؟ كيفاش واش نميز؟ واش فهمتي من المجي متاعي هذا؟ تحب أقول لك؟ فهمت منه قلت العقل. واحد اللي يجي لدار الآخر على 10 ولا 11 متاع الليل باش يقولوا الكلام اللي راك تقول فيه، واش تحب يكون؟ راني فهمت واش عملت بهاد الدراهم. وقيل راك قمرت بهم وحبيت تحصل فيها العهد. لو كان ما جاش الضربة اللي نعطيها لك تولي لوجهي لو كان تشوف. العزيز الدار ماهيش للبيع. كيفاش هذا ماهيش للبيع؟ ياك فهمتك؟ قلت لك ما بيعش الدار وسلام، كي نموت دبر راسه. حورية ما شفتهاش. يا ترى معقول كاين مرأة تتخلى على زوجها في وقت الشدة؟ لا ما راهوش زوجي، وما نقبلش نكون زوجة واحد سراق وقمار. سمعتنيش حورية ما شفتهاش. وعلاش راك حاط راسك؟ ما سمعتش مليح. راني سمعت اكثر من اللي يلزم. تعرفي تتحدثي؟ تعرفي كثير من الاشياء، الكلام اللي ردي والكلام اللي غضب. خصوص الكلام اللي غضب، شحال شابه هذه اللعبه. بصح راني خايفه نشوفوا هاد الدراري في زوج يدوسوا عليها. على كل حال كاين لعب. يا ناس راه يثبت في القراوي تقول شي راه في دارو. وعلاش مازال ما فهمتيش باللي راني هنا في داري؟ اسمع اخرج ولا درك نوض عبد العزيز. راهو هنا تعمل مليح نوضيه. اخرج ولا نوضو؟ قلت لك نوضيه. انا راني نحوس عليه نوضيه. ما نحبش نهولو من النوم. خلينا انا نوضو وراه. ما تدخلش للبيت. والله هذا اخوك عبد العزيز، هذا نحب نشوفه. سي طاهر هذا نحسابك. واش راك عارف عندي بعد 5 سنين؟ اخرج من داري. اخرج. عويدك هذه كبر بالك، معليش اتحمل. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. بالعقل عليك. ها وعلاش عليك هذه المحنه هذه؟ تفضل تريح. صار لي هذا سيدي خوك هنا براش هنا، ما لو كنت فهمت معه كنت نوضع بزاف من المسائل. عبد العزيز ما يهدرش مع ناس مثالك. روح رجع لصحابك المقطعين اللي كيما بحالك. معليش دوك روح. بصح راني غدوه نرجع باش نشوف دراري. ما ترجعش، ما خليكش تشوفهم. يا مرا كوني عاقله، كيفاش ما نشوفش ولادي؟ اللي عنده ولادو ما يخليهمش 5 سنين ولا بالقراوج اللي جبت حبيت ترجعهم ليك. علاش تتهول فينا؟ علاش ما قعدتش ميت كما كنا نظنوا فيك؟ انا خاطر مانيش ميت، انت اللي كنتي وما زلتي ميته. كيفاش انا اللي ميته؟ وعلاش من فضلك؟ على خاطر هذه 5 سنين ولا 6 سنين كما راكي تقولي وانت ساكله اكله شاربه عن بالك السما اللي راه يعطيك الدراهم ولا راه مسلك عليك الدار. هما انت اللي راك معيشني وموكلني ومشربني. معلومه يا هو. شوفوا لي يا ناس، وشكون عند بالك اللي راه يسلك عليك؟ اسمع، لا بونسيون تاعك اللي حكم لك بها القاضي ما تكفينيش حتى حق الحليب. ماهيش 40,000 راكم تاعك في الشهر اللي راهي معيشتني. يكثر خير خويا اللي صطل لك العيوب وما تكلمش. كيفاش قلتي 40,000؟ اسمع، راني عييت وانا نسمع فيك. كلام صحيح.
مازال ما سمعتيش. معيش 40,000 كما راك تقولي. الرواسة اللي مديتي فيهم مازالهم عندك. رواسة؟ واش من رواسة؟ ماذا بيا نشوفهم؟ شوية الإمضاء تاعك. تفضل. تسلمت 3000 دينار من المحامي عبد الحميد ناصح من قبل زوجي السابق طه بن سعود معاش الشهر ديسمبر 1975 أنا وبلادي يمينة ومحي الدين. ماش المحامي اللي راه يبعث لك هالدراهم من قبل زوجك؟ انا اللي عملت هذه الفكره باش ما نخلصش الغرامه بزاف على خاطر حوريه. تعرفي كل عام يلزمني نعمل تصريح لاداره الاضراب، وفي هذاك التصريح نبين كل المصاريف اللي خسرتهم ونبين كذلك النفقات، وهكذا الغرامه ما تجينيش بزاف. هذا ما كان هما لهذا الرسوم ماهوش نتاع المحامي، انت اللي خدمته. هي بالذات انا اللي طبعته باش في التصريح لاداره الاضراب ما نخلصش الغرامه بزاف. هذا ما كان والغرامه واش جابها؟ واقيلا انت ما فهمتيش مليح. لما نكتب في التصريح باللي من جمله المصاريف نزيد نخلص النفقه على اختي وولادها لازم بيان، ياك؟ والبيان هو هذا اللي راهو في يدك. واش تحب نعمل بهذه الرسوم؟ قلت لك امضي يا حوريه، هذا مكان هو مكتوب فيه 3000 دينار وانت تعطيني 40. يا حوريه قلت لك على جال الغرامه برك. امضي ما تخافيش. انا راني خايفه عليك انت يا خويا ماشي على روحي. ما تخافي والو، كل الناس راهم يعملوا هكذا باش ما يخلصوش الغرامه بزاف. هذا مكان ما فيها والو. امضي هكذا في كل شهر تمضي لي على ورقة وخلاص، ياك تفهمنا؟ أي همشي. مين جاوك هاد الرواسة؟ المحامي نتاعي اللي كنت موصي باش يعطيك الدراهم في كل شهر. على كل حال ياك تعرفي سي عبد الحميد الناصح، تقدري من غدوة تمشي له انت بنفسك وتسالي. زيد قول لي واش كاين اخر. قبيله لما سالتك على القش رديت لي بكلام ماهوش مليح. ملا تحبي تعرفي علاش سالتك قبيله على القش؟ على خطر الدار لما وقع عليها الحجز، وبعد ما دخلت انا للسجن وجدت الراجل اللي يسلف لي الدراهم تاع الشركه اللي عطيتهم للسي عبد العزيز، اشرت في هذاك السيد باش يسكن الدار عام ومن بعد يخرج منها. لما انتهى العقد نتاع الكريان اتصل المحامي بخوك واعطاهم فتح يجيبهم لك ليك انتي باش تسكني. لما انتبهت بلي القش ما بقاش كما كان في السابق قلت ربما السيد اللي كان ساكن هالدار هو اللي داهم على هذه اللي سقسيتك. هذا مكان راهم ثاني عندي الورق نتاع الدار والسلف وكذلك البيان باللي الدراهم رجعتهم لمولاهم 50 مليون والفايده نتاعهم 8%. هاكي صالح خليهم عندك على خاطر كاين امور لازم تتوضح. الشيء اللي راني نقول فيه زوج من الناس اللي كانوا يعرفوه، المحامي وعبد العزيز بالطبع. شفا يا حورية، نهار اللي جا مراد هنا للدار، نهار اللي كنا رايحين عند باباك نطلعوا عليه اللي كان مريض الله يرحمه، زيدنا في الكلام. تعرفيش علاش؟ أنا نقول لك على خطر قال لي لو كان عبد العزيز ما يرجعلوش الدراهم اللي سلفهم له في آخر الشهر يرفع به قضية للمحكمة. زيدنا في الكلام وفعلا رفع به شكاية. ذاك الوقت جاني السي عبد العزيز للمكتب
يبكي. تراقمت سلفت له 50 مليون من دراهم الشركة. قلت لكم أنا باللي مراد سلف له الدراهم، ما حبيتوش تسمعوا كلامي. سي طاهر، الدار شكون خلصها؟ قالكم هو اللي خلصها. إيه هو عندك تم البيان. أما فيما يخص النفقة راهي تبقى تجي كل شهر كما العادة. واش نوصي المحامي باش يبعثها على طريق البريد؟ سي طاهر، علاش ما تقعدش مع ولادك؟ هذه غلطة وقعت، غلطة خطيرة، بصح الدراري ما لازمش يبقاو يتامى. قعد مع ولادك وزوجتك أرجوك. وظني مازال نقدر نعيش مع بعض؟ لا مستحيل. علاش مستحيل؟ حياتنا الزوجية انتهت يوم اللي كان واجب عليا نوقف بجنب زوجي. غير هو اللي يسامحك. ياك تسامحها سي طاهر. هاي بدات بالمستحيل. وانا متعذبة مزعفة عليك. ما نقدرش نزيد نتعذب طول حياتي من الحياة منك. ما نقدرش. يكفي، ما تطلبوش مني المحال. خسرت بابا، خسرت خويا الوحيد، خسرتك انت. يلزم نتحمل مسؤوليتي. ما يمكنش يتبحر الماضي. حياتنا انتهت. هذا السبب.